داخل مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد نايف في هذه اللحظات اعضاء النادي الاهلي، تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي ولجهاز الفني؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الخطيب وبس، الحمد لله لعيبة على قد المسؤوليه، لعيبة على قد المسؤوليه وربنا كرمنا الحمد لله، وعبال بلاسم لحظه البركان ان شاء الله. وسلام وسلام لمحمود الخطيب، محمود الخطيب سلام. بيبو 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 بيبو. تحب تقول ايه، تحب تقول ايه للاعبي النادي الاهلي وجهاز الفني؟ بقول لهم متشكرين ومستنيين الخمس بطولات ان شاء الله، احنا ان شاء الله ابطال مصر في كل حاجه. تحب تقول ايه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني؟ بقول لهم الف الف مبروك وعملوا اللي عليهم، وعقبال ان شاء الله السوبر يا رب ان شاء الله بالتوفيق. تحب تقول ايه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني؟ بقول للاعبي النادي الاهلي ان هم لعيبه رجاله وادوا اللي عليهم، والحمد لله التوفيق كان يعني مع النادي الاهلي النهارده، وان شاء الله عقبال السوبر ان شاء الله الافريقي ودايما بطولات النادي الاهلي. تحب شايفه مين نجم المباراه النهارده؟ والله انا شايفه ان كلهم نجوم النهارده، بالماتش كان صعب جدا جدا وكان فوز صعب، والنادي الاهلي كان مجهود جبار بالبطولات اللي اخدها، وانا بقول الف مبروك للنادي الاهلي اللي دايما مفرحنا ومدخل البهجه على قلوبنا، والف مبروك للجماهير، والف مبروك للكابتن بيبو حبيب الملايين، الف الف مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، وشايف مين النهارده نجم المباراه؟ انا قبل ما اقول لعيبه النادي الاهلي انا عاوز اقول للكابتن الخطيب الف الف مبروك يا كابتن مصر، الف الف مبروك يا اسطوره، والف مبروك لكل مجلس الاداره، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والف مبروك للاعيبه، والف مبروك للمدير الفني موسيماني، بطولتين في اسبوع، والف الف مبروك، الف 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 مبروك. شايف مين نجم المباراه النهارده، ومين يعني اكتر حد ادى او اثر في اداء الفريق؟ علي معلول. الاهلي من غير علي معلول ليه شكل مختلف خالص، علي معلول بينزل بيغير في الفريق، بيغير في الكيان، بيحفز اللعيبه، بيعمل كل حاجه. كهربا نزل وشه حلو، سخن ونزل وعمل كل حاجه، سخن في النهائي برضو جون جه، سخن في نصف النهائي جون جه، نزل وجاب الجون، فكهربا وشه حلو ابن النادي وربنا يخليه والقضية ممكن. شايفه لعيبه النادي الاهلي النهارده في المباراه الحاله البدنيه والتركيز في الملعب، تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ لا الاهلي بصراحه لعب كويس ومجهود عمله عظيم، وقضوا ماتش جميل جدا وفوز حلو قوي قوي، وكلنا فرحنا والحمد لله ان هو خد ثلاث بطولات ورا بعض في موسم واحد، وقبل المباراه الاخيره ان شاء الله هيعملها بجديه، واحنا على طول متواجدين في النادي علشان بنشجع النادي الاهلي وبيبو، وربنا يديه الصحه ويخليه للنادي الاهلي، وكمان وكمان في زياده باذن الله.